السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أبطال الصغار؟ عساكم اليوم بخير. درسنا اليوم عن أي حرف يا ترى؟ أحسنتم، حرف الهاء. هيا أحضروا كتابكم وقلمكم واستعدوا معي. ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء، هذه حروف الهجاء. فلنبدأ بتدريب المراجعة، والسؤال يقول: اكتب الحرف الذي يبدأ به اسم كل شكل، ومعنا أول صورة هي صورة شمس. أحسنتم، بأي حرف تبدأ كلمة شمس يا أحبابي؟ ممتاز، شين شمس، رائع، شين شمس. هيا ننتقل إلى الصورة التالية. ما هذه الصورة؟ رائع، إنها صديقتنا النحلة نحولة. من منكم يذكر لي أي حرف تبدأ به كلمة نحلة؟ ممتاز، نون نحلة، نون نحلة، أنتم رائعون. والآن معنا آخر صورة، وهي صورة كرسي. أحسنتم، من منكم يقول لي أول حرف تبدأ به كلمة كرسي؟ أحسنت، رائع، كاف كرسي، كاف كرسي. يا أحبابي نبدأ بحكايتنا اليوم، وقبل البداية نقول: كان يا مكان في قديم الزمان، وما يحلى الكلام إلا بذكر الله والمصطفى عليه السلام. اتفقت هدى مع أخيها هادي على الذهاب إلى مدينة الملاهي. الألعاب كثيرة في مدينة الملاهي، طائرات وسيارات وقطار وأحصنة. سرت هدى كثيراً عندما ركبت لعبة مسلية لها شكل فنجان القهوة، وفي مسابقة للأطفال في مدينة الملاهي فازت هدى الذكية بلعبة مهرج جميلة. وبعد ذلك شاهد هادي وهدى مسرحية الهر الذكي في مسرح مدينة الملاهي، ثم ذهبا. أصحابي قصتنا، هيا لنرى ما هو حرفنا اليوم، عن أي حرف يا ترى؟ أحسنتم، إنه حرف الهاء. هيا رحبوا معي بحرف الهاء، وهذه هي الهاء في بداية الكلمة، وهذه هي الهاء في وسط الكلمة، ومعنا أيضا الهاء المنفردة. هيا نتعلم سويا الكلمات التي تبدأ بحرف الهاء. من منكم يا ترى يعرف اسم هذا الطائر؟ نعم، إنه الهدهد، وقد ذكر اسم الهدهد في القرآن مع نبي الله سليمان عليه السلام، وكلمة هدهد تبدأ بحرف الهاء، فنحن نقول ها هدهد. هيا رددوا معي ها هدهد مرة أخرى،
ها هد هد، أحسنتم. معنى أيضا صورة هدية، رائع. تبدأ كلمة هدية بحرف الهاء، ممتاز. ها هدية، ها هدية. وأخيرا كلمة هاتف، هل تعرفون شكل هذا الهاتف القديم؟ بوركتم، كلمة هاتف تبدأ بحرف الهاء، فنقول ها هاتف. هيا رددوا معي من البداية، ها هد هد، ها هدية، ها هاتف. أحسنتم جميعاً، بارك الله فيكم. الآن سنتعرف على صوت حرف الهاء. هيا هيا رددوا معي، الهاء مع الفتحة ها ها ها، الهاء مع الكسرة هي هي هي، الهاء مع الضمة هو هو هو، ها هي هو. وهذا يا طلابي الأذكياء شكل حرف الهاء في بداية الكلمة، انتبهوا له جيدا. برأيكم يا ترى، هل هو من الحروف الطيبة أم من الحروف الشريرة؟ هل هو من الحروف الرفاسة؟ دعونا نتذكر ما هي الحروف الرفاسة. هيا اذكروا معي، الألف والدال والذال والراء والزاي والواو، هل منهم حرف الهاء؟ لا، أحسنتم. إذن هو حرف متصل له ذراعين، يتمسك بأصدقائه الحروف الطيبة إذا جاءوا قبله أو جاءوا بعده. هيا نتعلم طريقة كتابة حرف الهاء في بداية الكلمة، ركزوا جيدا. هكذا، خط منحني مائل إلى الأسفل يصعد للأعلى ويدور نازلا إلى الأسفل باتجاه السطر. خط منحني مائل إلى السطر يصعد للأعلى ويدور نازلا إلى الأسفل باتجاه السطر. ننتقل لطريقة كتابة حرف الهاء في وسط الكلمة. دائرة مائلة لليمين في الأسفل، دائرة مائلة لليمين في الأعلى، دائرة مائلة لليمين في الأسفل، دائرة مائلة لليمين في الأعلى. نذكر سويا أسماء أصدقاؤنا التي تبدأ بحرف الهاء. ها هيا، ها هنا، أحسنتم. قبل أن ننتهي انظروا إلى هذه الكلمة، هي كلمة هدف، وكلمة هدف تبدأ بحرف الهاء، ومعنى هذه الكلمة أن لكل منا أمنية يرغب في تحقيقها ويسعى إليها، فمنكم من يريد أن يصبح طبيباً، ومنكم من يريد أن يصبح مهندساً أو مؤذناً أو حافظاً للقرآن. هيا تحدثوا مع أمكم وأبيكم عن هدفكم في المستقبل، وأرسلوا لي أهدافكم. وهنا نكون قد انتهينا، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.